اخبار اليوم. وكان اليوم دور طبعا مهم في تاريخ مصر الحمد لله. النهارده بيسعدني اكون متواجد معاكم في حضور الاحتفاليه الجميله اللي احنا بنحضرها مع بعض النهارده. صلح بين اهالينا، بيسعدني ان احنا نكون موجودين مع بعض. شكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الصلح، واشكر رجال عائله شلتوت مره ثانيه، واتوجه بالشكر لعائله الشاذلي، واشكر لجنه المصالحات. نقسم بالله العظيم وكتابه الكريم ان هذا الصلح الذي تم بيننا صلحا شافيا ووافيا، ومن يخل بهذا الصلح او ينقض العهد مع المولى عز وجل.